النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل مين نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. مشاهدينا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم آخر التوقعات الجوية، نبدأها بصور الأقمار الاصطناعية التي تشير إلى تدفق كميات كبيرة من السحب والغيوم الممطرة من المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط باتجاه المملكة. تركزت أجزاء من المناطق الجنوبية، تركزت عليها تدفق هذه السحب خلال الساعات الماضية، مما أدى إلى هطول أمطار جيدة في عموم هذه المناطق الوسطى والجنوبية. ومع استمرار تأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي المصنف من الدرجة الثانية، يتوقع استمرار تدفق المزيد من السحب الممطرة التي يتخلل جزء منها بؤر من الأمطار الغزيرة وتساقط لزخات البرد. خرائط توقعات الأمطار والمحاكاة الحاسوبية لتوقعات الأمطار تشير إلى تواجد وكثافة الأمطار متركزة في المنطقة الجنوبية نهار هذا اليوم ومساء هذا اليوم، إضافة إلى وجود زخات مطرية في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة. نهار يوم الأحد تبقى الأمطار حاضرة في المنطقة الجنوبية، لكنها أيضا تصبح أكثر تركيزا في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة. ومع دخولنا في ساعات ليلة الأحد على الاثنين تصبح الأمطار تدريجيا تتركز أكثر في المنطقتين الشمالية والوسطى، كما نلاحظ حتى يوم الاثنين تكون معظم هذه الأمطار متركزة في المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى من المملكة. وحتى مع ساعات ما بعد ظهر يوم الاثنين تبقى هذه الأمطار حاضرة في هاتين المنطقتين، تتراجع الأمطار في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. إذا الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، أجواء بوجه عام باردة غائمة مع هطول الأمطار على فترات في مناطق واسعة من المملكة، لا سيما تلك الغربية منها. يتشكل الضباب على فترات إثر عبور غيوم ملامسة لسطح الأرض. تنخفض درجة الحرارة الصغرى في العاصمة من إلى 7 درجات مئوية، كما تكون الرطوبة النسبية مرتفعة للغاية تصل إلى حد 99%. نتعرف سويا على الأحوال الجوية المتوقعة غدا ودرجات الحرارة العظمى والصغرى. طبعا أجواء غدا ماطرة بوجه عام في المناطق واسعة من المملكة، وأيضا تشمل أجزاء مختلفة من المناطق الغربية وأيضا المناطق الجنوبية من المملكة. إذا في المفرق مثلا 11 درجة مئوية، أجواء ماطرة في إربد ترتفع إلى 13، في عجلون 10 درجات، في جرش 10 درجات، وأجواء بوجه عام غدا ماطرة مع تشكل للضباب. كما نلاحظ كذلك الأمر في العاصمة عمان، في السلط 10 درجات مئوية، في مأدب 12، في البحر الميت أيضا هناك في أمطار متوقعة بمشيئة الله تعالى، كذلك الأمر في مدينة الزرقاء. انتقالا إلى المناطق الجنوبية من المملكة، أجواء ماطرة في أغلب هذه المناطق، درجات الحرارة منخفضة لا سيما تلك على المناطق المرتفعة من جبال الشرات تصل إلى 7 درجات، نهارا تنخفض إلى 3 درجات مئوية. وكما نلاحظ تعم الأمطار أغلب المناطق الجنوبية من المملكة، في حين تكون الأجواء أكثر اعتدالا في مدينة العقبة، تصل الحرارة فيها إلى 20 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئيا بوجه عام. المناطق الشرقية من المملكة أيضا بعيدة نوعا ما عن تأثير مباشر لهذا المنخفض الجوي، نلاحظ أن هناك فرصة الأمطار نوعا ما ضعيفة مقتصرة فقط في منطقة الأزرق، وترتفع درجات الحرارة في ساعات النهار إلى حدود تقريبا 14 إلى 15 درجة مئوية مع أجواء أقل تأثيرا بالمنخفض الجوي. في طقس العرب نقوم حاليا برصد تأثر وتحرك لكتلة هوائية قطبية من الأراضي التركية. هذه الكتلة الهوائية القطبية تتواجد فوق الأراضي التركية، ويتوقع أن تتحرك إلى منطقة بادية الشام يومي الثلاثاء والأربعاء. تحرك هذه الكتلة سيكون بهذا الشكل، وبالتالي لن يكون بشكل مباشر على المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. تحرك هذه الكتلة الهوائية القطبية شديدة البرودة إلى بادية الشام سيعمل على تأثر المملكة مرة أخرى بمنخفض جوي جديد اعتبارا من مساء يوم الاثنين، سيكون مصنف بأنه من الدرجة الثانية. كما ستجلب هذه وتحرك هذه الكتلة بهذا الشكل سيجلب بمشيئة الله تساقط للثلوج في المناطق الشرقية من المملكة، إضافة إلى المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية. في حين في باقي مناطق المملكة سواء الشمالية والوسطى تسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات نهار يوم الثلاثاء، تكون أيضا مترافقة مع البرد. وبالنسبة للعاصمة عمان يتوقع بمشيئة الله أن تشهد أمطار على فترات ما بين الحين والآخر، تكون ممزوجة أحيانا بتساقط للثلوج وزخات الثلجية، وإن حدث هناك تراكمات ستكون محدودة فوق
الأحياء العالية جدا من العاصمة عمان التي يفوق ارتفاعها تقريبا بين 1000 إلى 1050 متر عن سطح البحر. قبل الانتقال إلى توقعات الأيام القادمة، نعيد نكرر بأن تساقط الثلج متوقع أن يتركز في شرق وجنوب المملكة، تراكمات متوقعة في جبال الشرى مرة أخرى، سيما تلك التي يزيد ارتفاعها تقريبا عن 1000 متر عن سطح البحر، في حين أن المناطق الشمالية والوسطى من المملكة تشهد أجواء شديدة البرودة، زخات من الأمطار وبعض الثلوج بشكل محدود فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والوسطى. طبعا سنبقيكم على اطلاع أولا بأول بآخر التحديثات الجوية فيما يخص هذه الكتلة الهوائية القطبية. توقعات إذن الطقس الأيام القادمة: نهار الأحد أجواء باردة ممطرة مع تشكل للضباب، درجة الحرارة 8 درجات مئوية تنخفض ليلا إلى 7 درجات. تستمر الأجواء الماطرة يوم الاثنين، وذلك نتيجة تأثر المملكة بمنخفض جوي جديد مصنف بأنه من الدرجة الثانية، درجة الحرارة 7 درجات مئوية تنخفض إلى 3 درجات مئوية ليلا مع تشكل الضباب. أحيانا أما يوم الثلاثاء فتتدنى درجات الحرارة إلى 4 درجات مئوية كحد أقصى في العاصمة من أجواء شديدة البرودة، وسنلاحظ أن الطقس يختلف بشكل كبير مع هطول أمطار ممزوجة بالثلوج على فترات في العاصمة، في حين تنخفض ليلا إلى 3 درجات مع أجواء ماطرة وتشكل الضباب، وقد تتدنى درجات حرارة أكثر من ذلك ليلة الثلاثاء على الأربعاء يؤدي لتشكل الانجماد، إنما فرصة تساقط الثلج في العاصمة عمان مقتصرة بشكل محدود فوق المرتفعات الجبلية العالية كتراكمات أو كتساقط على شكل أمطار مخروطة بالثلوج أو زخات ثلجية يوم الثلاثاء. قبل الختام، هناك بعض التوصيات بشأن الحالة الجوية التي تتأثر بها المملكة. نبدأها طبعا دائما بالنصيحة ملخص الأحوال الجوية: استمرار تأثير المنخفض الجوي بمشيئة الله تعالى، توقعات بتشكل الضباب وأيضا كتلة هوائية شديدة البرودة يتوقع أن تؤثر على المملكة من جديد يوم الثلاثاء كما تحدثنا سابقا. وتوصيات الطقس بما يخص الحالة الجوية في المملكة: الأمر الأول هو من دائما ندعو إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة في هذه الظروف الجوية الباردة، وأيضا الأمر الآخر هو من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض التي تؤثر على بعض الطرق في المرتفعات الجبلية. هذا كان كل ما لدينا حتى الساعة، تابعونا دائما عبر منصات طقس العرب. إلى اللقاء.